دكتور أيمن فؤاد، إحنا فين دلوقتي؟ إحنا دلوقتي فوق مجرى العيون مبدئياً، ومجرى العيون ده مبنى أنشئ في العصر المملوكي، بدأ في عصر الناصر محمد بن قلاوون، لكن المكان اللي إحنا فيه دلوقتي ده يرجع لعصر قنصوة الغوري آخر سلاطين المماليك. وبالنسبة لامتداد العواصم المصرية القديمة الإسلامية، فإحنا في شمال الفسطاط، العاصمة الإسلامية الأولى اللي أنشأها الفاتح عمرو بن العاص. الفسطاط جزء من ما يسمى بمصر قديمة أو مصر القديمة. إيه هي مصر القديمة؟ جواها إيه؟ بتضم إيه؟ يعني هي مصر القديمة دي تسمية محدثة. محدثة؟ طبعاً مش حديثة. موجودة في التاريخ، وكانوا يسموها مصر العتيقة أحياناً في المصادر. الغربيين بيسموها أولد كايرو أو فيو كير، باعتبار نسبة إلى أن القاهرة هي اللي مدية اسمها للمنطقة كلها أو العاصمة الإسلامية. إحنا دي أول عاصمة إسلامية أنشئت في أفريقيا، وبالتالي طبقت ما ممكن أن نطلق عليه نظام المدينة الإسلامية أو The Islamic City. حضرتك بتقصد الفسطاط؟ الفسطاط ولا لا، أنا بتكلم على حدود مصر القديمة. ما هي مصر القديمة هي الفسطاط. احنا بنتكلم عن فقط الفسطاط ولا بتمتد بنتكلم تاريخيا تطلق على الفسطاط. لما جاء العصر الفاطمي بعد 300 سنة، يعني 350 هجرية 969 ميلادية، مجموع العواصم القديمة اللي هي الفسطاط جنوبا، شمال شرقي العسكر، شمال شرقي لغاية جبل يشكر القطائع، سمي أو أطلق عليه مصر الفسطاط، اللي أصبح مجموع الثلاث مدن دول دمجوا في بعض وكونوا العاصمة الاقتصادية التجارية في العصر الفاطمي. يعني لماذا اختار عمرو بن العاص الفسطاط لتكون عاصمة لمصر؟ يعني هذه أول عاصمة إسلامية أو أول مدينة إسلامية في إفريقيا أو في العالم كله. كان في هنا حصن اسمه حصن بابليون، يرجع تاريخه إلى هادريان الإمبراطور الروماني، وكان محيط به بعض الكنائس، كنيسة أبي سرجة وكنيسة مريم العذراء وكنيسة المعلقة موجودة، بإضافة إلى كمان معبد يهودي اسمه معبد بن عزرة. فكل المنطقة دي لأنها منطقة متوسطة، احنا عارفين شكل الخريطة المصرية ان عندنا الدلتا وعندنا الوادي، فدي نقطة الالتقاء. أقيمت فيها في مرحلة قديمة منف في غرب النيل، أقيمت فيها أون أو مدينة الشمس في مرحلة تالية، ثم الإسكندرية كانت عاصمة لمصر فترة طويلة منذ أنشاء الإسكندر إلى دخول المسلمين. فاختاروا المكان ده ليكون مركز حتمي يتحكم في الجزء الشمالي من المدينة والجزء الجنوبي من البلد، يعني المحور الشمالي الجنوبي والمحور الشرقي الغربي.